صافي راه تنبيع. يا صادق اخوك سمقله ولعب شويه انا نروح. ايه خلاص بابا خطاتك دوك نلعب معاه. ايه نلعب خويا صادق. تلعب خوك تلعب معايا تلعب معايا مش تلعب بيا. المهم صادق انا نروح ونخليك تهلا عندك تبكي ها حل عينك. يبكي ثانية وكون بكاوش؟ كون يبكي شوف نجي نضربك نقلب لك خنافرك. خلعتك كبير كفاية نضربك هذه. المهم على أبو بركة يدوك نجي. ايه معليش بابا. كيف انت؟ ايه سمعت بابا يبكيني او يذيك. ايه قصر بركة وانت واش كابن عمي تبكي قد البعير شوف راس قدش وجهك كابن عمي ميبانش عطول صغير يبان تعويض عنده 40 سنة. وش؟ بابا واش بيك واش بيك صدقني ما قلت له والو. الحلقه الثانيه ابن عمي ضربه بالمحز مع بابا ولا عشرة بالبشماغ تاع امه. يتفهل تفهل نستاهله معليش البكاي. واش بيك الصادق مزرق هاك تشوف يا جده اسمق لي هذا البكاي عيط لبابا وبابا جا ضربني. مانيش بكاي يذيك بالنصاره نزيد نعيط له. بابا قبيح هذا جمره زد ابو لحيه انا مانيش قبيح هو اللي بكيني. خلاص ما عادش يبكيك ما تزيدش تضرب بيه الصادق او باين مدلل. ايه حتى انا قلت مدلل ما عادش ندور بيك. مانيش مدلل. ايوا كبك الصادق راه يبكي. خلاص ولدي ماكش مدلل ماكش مدلل خلاص سمح لي ماكش مدلل. بابا بس صدقني ما درت له والو. الحلقة الثالثة خلاص خلاص ما صار والو ما صار والو اسكت ربي عيشك اسكت ما صار والو خلاص خلاص. الحلقة الرابعة اسمع واش راك دير؟ نلعب بلاي ستيشن. شوف اسيدي جاي من الامريكان وتلعب لي بحوايجي اطلق اطلق لون من مدث نلعب ايه؟ هاي تاعي هذيك البلاي اخرى ما يستيعك اشتريها لك بابا. اشتريها لي بابا يا ودي بابا كان في الامريكان ملي شريتها انا. ايه ما عرف ما يستيعك خلاص ما يستيعي علاش؟ بابا والله غير لعب لي بالبلاي ستيشن جاي. الحلقة الخامسة اسمع الصادق راني خارج برا وعندك تزيد تبكي سمقلة. اي نضربك نقلب لك خنافرك. اي خلاص بابا روح برك شبعتني طرايح في جرته. اي تسال ها هاك تسمع بابا واش راه يقول. اي راح جميلو انا مال بعداتي واش كاين؟ اسمعي راني خارج وحل عينك على سمقله لا يبكي الصادق. خلاص خطاتك يبكي بشمقله فمو. لا بشمق ما ينفعش هاك هي السبته اضربيه بها الضربه باش ربي تاع البشمق. بكو ما جاش بابا طلعص لك الوجه كذاك. طلعص لي وجهي يجي بابا يطلعص لك خنافرك. يا ودي روح لن ابكي 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 ما تشدش في قلبك ابكي. لم راك تعيط او بابا خرج. هيا فك روحك درك اروح نزيدك واحده اخرى. يا جدك جد بشماق اما يضرب فيا. هيا فك روحك انت دركا وقت المستشفى زعما معليش البشماق ولا السبته. السبته اما ضربيني بالبشماق الجهه اللورانيه والله غير ضرب. الحلقه السادسه هيا هيا الصادق هيا هاك الفروطوار هاك الباليه وهذا ليزيس وهذا الصنيبو. واش هذا ما؟ اليوم تسيق الصلاة كامل. علي يا سيدي نسيق الصلاة؟ ايه هذه عقوبة تضرب في خوك تبكي فيها هذه عقوبتك. بصح انا ديت عقوبتي يوم ما ضربتني بالسبته وما كفاش. لا سبته وليدي كي تبكيه وهذه باش ما تزيدش تعاود. وهكذا الريحة ديرها في الاخر باش نشموا الريحة الزينة. ريحة زينة ايه مانيش عارف علاه حاسة ماهيش زينة. اي خلاص وليدي ابدا تسيق ومن بعد نجيك نشوف. 5 minutes later
هز رجلك انت. امرك يا مولاي، صدوق العاشر من هذش. واخيرا بالذرع ما كملتش يا جدك. ايه تسهل اي بلع فمك تبكي، هذا في جرتك كان يتمرمد. ايه ثيق وبلع، ثيق وبلع، ثيق وبلع، ثيق وبلع. بلع انت برك حتى انا كملت، بقات لي غير الريحه. اي اي برك انا او ما برك. والله غدرت له فشفشه برك. يا الحلقه السابعه. تبكي يا تبكي يا ابكي يضرك ابكي يبكي يلا. بلا 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 مازالك مازال مازال نزيدك مازال. هذا هو برد قلبي فيك. ايه بصح مازال ما ضربتنيش برجلك. ايه رجلي نسيتها. اي هاك. اي والله غير ضر. علاه ماكش تعيط؟ علاه مانيش نعيط. ايه موالف تعيط، عيط لامك، عيط لبيك. على خاطر ما بغيتش تقول لي واش راك دير. واش راني ندير؟ ايه واش راك دير؟ هاي نضرب فيك. واش راني ندير؟ واش راك دير؟ يا واش راك دير؟ واش راك دير؟ اي واش راك دير؟ يا واش راك دير؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قول واش راك دير؟ نص ماتش هز في يديك. ايه كنت نضرب فيك، كنت نحلم مره. ايه كنت تضرب فيا. واش هاك شفتني كنت نحلم برك. صبري صدقني كنت ريق. الحلقة الثامنة. جدا يا روحي لما وبابا سيدي شبعوني ضرب. علاش اولادي واش كاين؟ ابن عمي نهضر معاه يبكي، من قيسوش يبكي، انقيسو يبكي. ايا ومن بعد وجي يصرفقوني. سما خوك هذا ربحك علي رجور. بل علينا تايا. هاي خلاص الصادق روح، ما عادش نخليهم يضربوك. صح جدا، هاي خلاص تهلا يا ربي يحفظك. خلاص اولادي. شحال عمره هذا مازال يدي في الضرب؟ One eternity later. بكي هذا. ايه انت تبكيني وامه تبكيك. ايه قول والله. ايه لوح يدك تشوف. ايه خلاص من لوح شيدي. هيا هاك هذي. خلاص بكي على روحك، بعد ما راح يجيك متهني. يا جات امك كذا ما درتش معك جدا. انا هي يمك وانا هي جدك. ما تمسيهش هذا يا فهمتي، هذا يا وليدي. الحلقة التاسعة. واش ربعية ورايحة؟ رايحة لهنا برك لدار جارتنا. هيه وقتاش تجي؟ او ما نطولش نجي على. واش دخلك انت على قدا نجي؟ ايه سقسيتك باك ماشي من خلاص خلاص. يا صحافي الامان. A little longer than a few minutes later. شكون راح يسلكك مني دوكا؟ فهمني شكون راح يسلكك مني دوكا؟ دوك تجي اما تضربك. هي هذيك بكري، انت عندك امه وعندك بابا وانا عندي جده، وهي باينه جده هي اللي تغلب. انت مظهرك ظهرت منعتك مره برك. يا وبلا برك ما يجيو في زوج كتعيط انت. ايه خلاص اسمح لي. اسمح لي هذا او تديها تديها اروعنا اروع. دوك يجي بابا نقول له كي ضربتني. ايه معليش ما شافش كي نجي نقول له يكذب. اي ابلع هذه ابلع. اي اليوم نصوت لك فمك. يوم ما تخليك الجدة. ما كانش جداك، خرجت مقبيل. يا قولي ماما. ابلع ابلع. سمق لها البكاي، الحلقة الأخيرة. واش انت عم يضربوا فيك جنون؟ واش دخلك تاع ربي؟ خلاص انا لقيت الحيله تاع امه باش نعود نقبض السبته كيما جده. تقبض السبته؟ هتروك ناروتو؟ دوك نوري لك ناروتو واش يدير. يا دوك تشوف.